كيف ما كتشوفوا كيف ما سمعتوا في الاول الاخت، السيارة باهظة الثمن تقريبا 45 مليون. عندي فيها ليطريط، عندي فيها كريدي ديال البنكة تقريبا واحد 6500 درهم شهريا. كيف ما كتشوفوا هذه الجائحة ديال كورونا اللي اجتاحت العالم كامل، ضرات القطاع ديال النقل السياحي بالدرجة الأولى هنا في المغرب، هو الأول تضرر من لوم ودوه. جاونا أنيوناليسيو، جاونا هذا ديال الحجز، جاونا في شهر واحد بدات كتحبس علينا الخدمة، تقريبا شهر واحد شهر جوج ما بقيناش خدمنا بتاتا لغاية لدابا كيف ما كتشوفوا كيف ما عارفين. عندني دابا أنا يالله ملي درت هذا المشروع هذا ديال القهوة المتنقلة، هذا المشروع الحمد لله خلص ليا التخيطة ديال شهر ثلاثة، حيت شهر ثلاثة قال لك ما كانش داخل في الحجر الصحي. يالله خلص شهر ثلاثة تقريبا خلص 6500 درهم، باقي لينا دابا أربع شهور ولا خمس شهور، دابا تقريبا راه شهر ثمانية هذا، لي بون كيعيطوا علينا مقيدين عندنا لي زانتيري، رغم التدخل ديال لجنة اليقظة ووزارة المالية أنهم يرخفوا على المقاولات الصغرى والمقاولات الكبرى، يرخفوا عليهم في لي كريدي، يعطيهم واحد الأجل ديال ست شهور ولا حتى عام ولا هذا باش حتى الآخر عاد باش يخلصوا. عيطوا علينا حنا أصحاب المقاولات أن نسينيو واحد الكونترا، وديك الكونترا ملي جينا نشوفوا لقينا فيها لي زانتيري بأن ملي سالي الكريدي نخلصوا لي زانتيري، يعني بحال غير تسناونا واحد شويه حتى نخلصوا. راسي وقفت، عندي ثلاثه البنات، عندي اسره، عندي جوج طوموبيلات، عندي لي زاسيرونس ديالهم، لي زاسيرونس حتى هي نفس المشكل، عندهم الشيكات ديالنا كيعيطوا علينا بغاو يدفعوهم، كيعيطوا علينا بغاو الفلوس حتى هما، ما عندناش منين نعطيهم. حنا وقفنا بتاتا، شلل قطاع النقل السياحي في المغرب ميت ميت، بحال شي واحد ما كيدوي ما كيسمع ما كيشوف. انا طاحت عليا هذه الفكره هذه، تسلفت شي شويه ديال الفلوس وكملت شي شويه من هنا ودرت هذا المشروع هذا ديال القهوه المتنقله، ناكلوا منها طريف ديال الخبز. الحياه كتستمر حيت الحجر الصحي كله ريحناه، خسرنا فيه بزاف ديال الفلوس وما دخلنا والو ديال الفلوس. مسؤوليات، كاين الكرا، كاين الماء والضو، كاين البنات، كاين الوليدات، كاين العائله، كاين كلشي. عاد زيد جوج طوموبيلات راه اكثر من جوج عيالات. بقى في الحال، ولكن ما كاينش البديل، ما كاينش البديل. حنا قطاع النقل السياحي ولفناه، ولكن ملي كطل من الباركو ديالك ولا من الشرجم ديالك كتبان لك الطوموبيل ولا جوج واقفين مشلولين، حتى تبقى مشلول معاهم راه ما يمكنش. راه خصك تشوف شي بديل، خصك تشوف شي حل اللي تاكل منه غير الطرف ديال الخبز. طبيعة الحال المقهى دابا المتنقل ما غيصورش لك كيف ما كنتي. السياحة الحمد لله كنا بخير وعلى خير وهذا، ومي الحمد لله كنا دابا كناكلوا بطريف ديال الخبز، كنخلصوا به لي فري، الغازوال، المازوت ديال الطوموبيل، كناكلوا به، كنشربوا به، نخلصوا به لي فري، السلعه، القهوه، وداك الشيء وهذا، الحمد لله كتشيط واحد البركه، حسن ما كنا جالسين. المعقم كاين هذا، كاين لي كوبلي، كاين كل شيء. السياحه راه غادي بطبيعه الحال غادي ترجع، راه حنا توحشنا السياحه، توحشنا الاجانب، توحشنا الخدمه بطبيعه معقول زعما ماشي عزيز علينا الدومين ديالنا، الحمد لله. بالنسبه لوزاره السياحه، كنطالب وزاره السياحه مع وزاره الماليه انهم يتدخلوا يشوفوا شي حل باش يعتقوا وينقذوا هذا القطاع ديال النقل السياحي، راه ميت شلل تام. نطالب حتى من جلاله الملك انه يتدخل باش يعتق هذا القطاع ديال النقل السياحي، حيت لما كاين جلاله الملك ما نظنش الوزارتين المعنيات بالامر انهم يديروا شي حاجه، حيت كون بغاو يديروا شي حاجه كون داروها في هذا السيمو ولا هاد سبع شهور اللي حنا فيها دابا كاين الكوفيد. كنبيع عادي، كنلبس الشورت، كنلبس الصنداله، ما كاينش مشكل. الفاس فين ما مشى كيحب.